بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا ألهمنا الرشد وزدنا التقى وهدى واجعلنا مستقيمين استقامة تباركها أنت يا كريم. زين للناس حب الشهوات، من شهوة واحدة ما لا تلقت عليكم الشهوات كلها. وربي يقول في القرآن حين يحب يهلك جماعة يفتح عليها أبواب كل شيء، تكثر الشهوات كما فما أمريكا وطالب بهم المد، لكن عند الله لا شيء من يفوت. ربي قدر سنوات معينة الكلاب اللي أغلب الكلاب اللي في الولايات المتحدة ياخذوا الشهوات بدون حساب ويكونوا مضطرفين في طلب الشهوات على حساب الأمم الأخرى وبرا، عاد كما قلنا يستغلوا كل شيء ما على وجه الأرض وما في بطن الأرض وما تحت أعماق، تحت أعماق أعماق البترول والغاز، تحت أعماق البحار. يعني هؤلاء أكثر من الشهوات، وقتلوا مئات الآلاف إخواتنا في العراق، مش كلهم إخواتنا، إخواتنا في اليمن بطريق غير مباشر، خدموا بالسعوديين الكلاب ومجرمي الكلاب المتحدة وكلاب البحرين وكلاب مصر وكلاب الشام، كلهم خدموا باش يزيدوا من غضب الرحمن. هذه هي الشهوات، ماذا تجلب على أصحابها إلا الخراب، وإجرامهم يكون كبير حتى يوصل لدرجة عتبية من الشيء. وقت يقول ربي فلما آسفونا، أي فلما غضبونا انتقمنا منه. إذن نقول للجماعة الكل يتفقوا على الإجرام في العالم كله، وخلوا الفقير يزيد فقرا، وخلوا المريض يزيد مرضا، وخلاه كما تقول الانهيارات العصبية بالجملة في العالم كله، لأنه كل شيء خذوه، حتى حرية الكلام نحات في عالم الكربي وغير الكربي. وإذا كان ساعة ساعة يجدون هكا يضروا الرماد، قولوا عندكم أنتم ديمقراطية وتجم تتكلم كما تحبوا. بالعكس، يعطي يعني الكرسة باش تكشف على ما في صدرك، وبعد يشدها لك، وفي الدور وقت يتقلق أكثر مما يحتمل ولا يتحمل. وقتها أيه دزوا للمحاكم، محاكمكم معروفة مركبة ترتيب شيطاني، ما يوصل لليأس، وما سجونكم كذلك الأفضل أن لا يفكر فيها الإنسان، مش يدخلها. نسأل الله السلامة ونحن نشهد عليكم ونقسمكم ظهوركم، تكونوا كرب ولا عجم، ظهوركم مقسومة بحكم شهادتنا عليكم، لأن إحنا نرفض التمثيل اللي عندكم بكنائسكم وبعصاباتكم الصهيونية وعصاباتكم الكربية، نرفضكم جميعا إلا الذين يرجعون إلى الله فيصبحون إخوانا لنا، ما لهم هو لنا وما لنا هو لهم. وكذلك الوحدة الإسلامية ستجيب حول الله كطريقة للخلاص البشرية مما تعانيه من بلية. نسأل الله السلامة.